وش فيكم؟ وجهكم معفطة وحالتكم حالة؟ عارفين ان جوكم خرب وانقطعت الفلة، بترجع ترقد الساعة 10 وتصحى 6 زي الألف وتنكرف على الصبح، وأول ما توصل بيجونك المتحمسين حقين الإذاعة، ثم يصيدك الوكيل ويمعط شوشتك ويقول لك حلق. بعدها يجيك استاذ صالح وينفض جسمك تمارين كنا كهرب، وتتهزعين من أبلع عواطف اللي تكفش جوالك وتصادره، وسوسن اللي مصدق أنها عريفة بتكتب اسمك على السبورة مع المشاغبات، وأبلة تهاني تمسح المناكير من أظافرك، وناصر بيرجع ياخذ سندوتشك الثانية ويقول لك تكفيك واحدة، وليش ما جبت لي عصير، وجب بكرة بيض مقلي مو مسلوق، ومستحيل ما تجيك مفاجأة وداع، بس ترى النجاح مشواره طويل، والمدرسة هي أول خطواته، فهونها وتهون، وشنطة جديدة من جرير تشيل معك. مكتبة جرير ليست مجرد مكتبة.